السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويه، جيتكم اليوم فيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. وقبل ما تفرج في هذا الفيديو هذا ما تخلش علينا انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك. ونخليكم دابا مع الانترو. نبداو اخوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا على بركة الله. وفي بادرة تاريخية قام رئيس نادي الرجاء العالمي قبل قليل بالترجل من سيارته والتوجه مباشرة لتفقد الشبابيك المكتظة بمحبي نادي الرجاء العالمي بمركب الوزير الخاصة والإطلالة على السهر على عملية توزيع بطائق الاشتراك السنوي. ولقد رحبت جميع الجماهير الرجوية برئيسها ومحبوب الجماهير عزيز البدراوي وهتفت باسمه وأناشيد الرجاء. وقرر التونسي فوزي البنزرتي مدرب فريق الرجاء العالمي وضع الثلاثي عبد الله فرح، محمد سوبول واسامه سكحان في لائحه المغادرين. وحسب مصدر مطلع فاداره نادي الرجاء العالمي ابلغت الثلاثي المذكور يوم امس الاثنين بقرار البنزرتي اذا من المنتظر ان يغادروا الفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه على سبيل الاعاره. وشارك كل من فرح وسوبول والسكحان في جميع المراحل الإعدادية للرجاء قبل أن يخبرهم مسؤول النادي بقرار المدرب التونسي نظرا لصعوبة حصولهم على مكان داخل التركيبة البشرية للفريق خلال الموسم القادم. ويخوض فريق الرجاء الرياضي يوم الأحد القادم أولى مبارياته في الموسم الجديد ضد فريق أولمبيك أسفي على أرضية ملعب محمد الخامس انطلاقا من الساعة 8:30 مساء. واللاعب الرجاء الرياضي الدولي الجزائري مهدي بوقاسي ينتقل إلى شباب الرياضي السالمي على سبيل الإعارة لغاية نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي. القرار جاء نزولا عند طلب التونسي فوزي البنزرتي مدرب الفريق الكروي الأول والذي لم يقتنع بمؤهلات البدنية والفنية للاعب المذكور خلال جميع الحصص التدريبية والمباريات الودية التي شارك فيها. وهذه هي لائحة اللاعبين الذين تمت إعارتهم من فريق الرجاء العالمي إلى فرق أخرى لحدود اللحظة. اللاعب محمد ناعم ذهب إلى فريق شباب المسيرة، واللاعب جبريل سيرة ذهب إلى فريق شباب السوالم، أما عن صلاح عميلة ذهب إلى فريق رجاء بني ملال، معاذ مشتنيم ذهب إلى فريق شباب السوالم، عبد الله فرح إلى فريق الدفاع الحسني الجديدي، ومهدي بوكاسي إلى فريق شباب السوالم، أزروان الحويزي شبود وسبول باقين. البهجة له عرض سعودي لكن لا شيء رسمي، فيما غرب وأيت الحسن وماجي وأكدي وأمغار رحلوا بشكل حر. سينتقل عدد لا بأس به من اللاعبين لبرشيد في انشدار ترسيم الأمور. وتوصل المهاجم حمزة خابة رفقة وكيل أعماله لاتفاق مع مسؤولي نادي الرجاء العالمي لفسخ العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي. وعقد مسؤول النادي الأخضر يوم الاثنين جلسة مع اللاعب من أجل مناقشة مشكلة الإدارية مع العربي الكويتي حيث خلص الاجتماع إلى فسخ عقده. ورفض حمزة خابة في وقت سابق الالتحاق بصفوف الفريق الكويتي لأسباب شخصية قبل أن يوقع في كشوفات النادي الأخضر، غير أنه تشبث مسؤولي العربي بعقد المبرم مع اللاعب وتهديدهم باللجوء إلى الفيفا جعل مسؤولي نادي الرجاء العالمي يقررون فسخ عقده. وفي سياق متصل ربط مسؤول النادي الغريم اتصالاتهم بالعربي الكويتي لاستفسار حول إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف فريق الوداد على سبيل الإعارة وذلك في حال فسخ عقده مع نادي الرجاء العالمي. وكان فؤاد المزيدي أمين السر بالعربي الكويتي قد أكد أن مشاركة حمزة خابة مع الرجاء الرياضي ستؤدي إلى خرق اللاعب لتعاقده مع النادي، مشيرا إلى أن الفريق الأخضر سيخسر كل المباريات التي سيشارك فيها لعدم أهليته. وبلغ عزيز البدراوي إلى الجماهير الرجاوية: نحن ندرس إمكانية تقديم اللاعبين للجمهور الرجاوي بطريقة غير مسبوقة في الدوري المغربي قبل ساعتين من انطلاق لقائنا أمام أولمبيك أسفي بعد الاستفسار والتشاور إذا لم يكن في ذلك تشتيت لتركيزهم، وأنا حاضر في المكان لمتابعة مجريات المباراة والتشجيع الواجب علي كمحب للنادي قبل كوني مسؤولا داخله. مربوحة إن شاء الله وحنا راه ديما معاك عزيز البدراوي. وميساج خاص للجماهير الرجاوية اللي غادي تكون حاضرة نهار الحد في ملعب مركب محمد الخامس لمتابعة مباراة أولمبيك أسفي. تبغي نقول لكم زيرو ويكلو، هذا هو الهاشتاج اللي كيدور دابا عند جميع الصفحات الرجاوية. التشيير بالحجر أو القراعي راها ماشي ثقافة احتجاج ولكن ثقافة ترياب الفريق. المهم ديالنا هذا العام في التشيران ماشي غير تشجيع ولكن مهمتي
نمنع راسي واللي حدايا من لحظه الغضب كتسالي بالويكلو او الحبس او المستعجلات، وفي احتمال تقدر توصل حتى الروضه. خساره الماتش ما كتعنيش خساره البطوله، يعني ما نريبوش كلشي في دقيقه مع الفرقه الاخر دقيقه. الا عفط عليك شي واحد راه ماشي كيكرهك او دارها لك بالعاني، راه غير الزعام والضيق، وهذاك راه رجاوي بحالك بحالو، يعني ماشي عدوك، كيتسمى خوك. دورنا كجمهور هو التشجيع، حنا الحلقه الاقوى في المنظومه، فما خاصناش نكونوا شوكه في ظهر الفرقه. الامن حتى هو خاصو يتحمل المسؤوليه ديالو، وما يمكنش نخلي واحد يدخل التيران وهو كيبان ماشي في حاله طبيعيه. الصفحات ومجموعه المنخرطين واللاعبين بركه من التهيج اللي كيصيفط الدراري للحبس. الالقاب كتربح ملي كنكونوا كنكملوا لبعضياتنا، ماشي داخلين في حرب ضد بعضياتنا. الرجاء فوق الجميع، الرجاء العالمي وتعيش الرجاء وديما رجاء، وكل الدعم لفريق الرجاء العالمي، وان شاء الله بالتوفيق علينا هذا العام هذا اللي غنحققوا فيه ان شاء الله الرباعيه، وعلاش لا، لاننا حنا فريق عالمي. واحد الحاجه اخرى من هاد الصداعات ديال حمزه خابه وبن غيش وبزز بالجبنه اكسيل مايي، كيبان لك الظلم اللي كيتعرض ليه فريق الرجاء العالمي، يعني حتى شي رئيس ما كيقدر يوقف ضدهم. دابا عزيز البدراوي اللي هو الرئيس ديال الرجاء العالمي هو الوحيد اللي وقف ضدهم، وشوف اش داروا ليه، وكيقلبوا على اي فرصه باش يخرجوه من المنصب ديالو. البدراوي مشكور على هذا المجهود الجبار اللي كيدير باش يرجع الرجاء لفوق الفوق، يعني يرجع للقمه. الجمهور بصح خاصو يدير الضغط على اي واحد اللي كيخرجوا باش يفسدوا الخطه ديال عزيز البدراوي. كيستحق نطبلو ليه وغادي نطبلو ليه، حيت دار خدمة كبيرة ووقف كل من هو كيوقف ضد الرجاء. نهار يفشل في الرئاسة ديال الفريق عرف بلي هذاك هو النهار عند الأعداء، جميعا من أجل الرجاء البيضاوي، جميعا من أجل الرجاء العالمي، وجميعا كندعمو عزيز البدراوي. ورسميا ميركاتو الرجاء يسدي الستار بعد حسم صفقة شي أوهولو وأكسيل مايي. شكرا البدراوي، وشكرا للطاقم التقني اللي مكون من فهمي وهالطير وهشام ابو شروان، يعني زيرو سمسيرة، عمل شق طيلة شهرين متتابعين ليس بالسهل، خصوصا لما تعرضوا ليه من كوسلة وعراقيل وحرب من الداخل والخارج. شكرا للمكتب الرجاء الجديد ايضا الذي وفر كل الظروف للاشتغال في سرية تامة وهدوء طبع الايام ميركاتو. شكرا لكل الصفحات التي ساندت البدراوي وطاقمه بالدعم والتشجيع. شكرا لمن ساهم في اعداد الفريق التنافسي القوي. شكرا لكل من ساعد فريق الرجاء العالمي. فاش كنشوف بزاف ديال الناس كتكلم على حارس سبايدر مان انس الزنيشي، وكتقول بانه احسن حارس مر بتاريخ الرجاء. جيت اليوم غير نذكركم ونقول لكم بان احسن حارس مر بتاريخ البطوله وليس فريق الرجاء بوحده، رغم انه لم تنصفه الكره والاعلام لاسباب لا يعلمها الا الله. انه مصطفى الشاذلي الذي فاز بكل الالقاب الممكنه بالبطوله الوطنيه لعده مرات متتاليه، والعصبه من جحيم تونس وكاس الكاف والبطوله العربيه وكاس العرش. اول حارس افريقي لعب كاس العالم للانديه بالبرازيل امام العمالقه اوروبا اللي هي ريال مدريد. هذا التاريخ يعرفه غير الجيل الذهبي فقط. وكنقولوا حتى لمصطفى الشاذلي شكرا لك بزاف اللي تقاتلتي معنا على داك التوني وحققتي معنا واحد الالقاب اللي هي كبيره كبيره، وراك غتبقى ديما في الذاكره والتاريخ هو اللي غيشهد ليك. وهنا اخوتي الرجاوي وخواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا سالا، و الى عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. دمتم في رعايه الله وحفظه، وديما رجاء وتعيش الرجاء.